حاجتكم ما جيتكم، الضيفة اللي معنا اليوم ما كتجريش على طرف الخبز ولكن كتجري 400 متر حواجز. تزادت وكبرات في الرباط في حي يعقوب المنصور ودخلت مدرسة ديال الجونباز وعاونتها في هادشي الحاجة فاطمة الوالدة ديالها. أسير يا بنتي الله يرضي عليك. ومن بعد اكتشفوها بزاف ديال المدربين وسنات عقد في نادي الأولمبيك المغربي. وفي 1991 دخلت المعهد الوطني لألعاب القوى وبدات كتمجهد لأنها دات لهم الميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية في صيف 2000 وكانت بطلة العالم جوج ديال المرات ودات الميدالية الذهبية. وفي 2011 تعينت ناطقة باسم مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين. هي ماشي نوال متوكيل، ماشي لبنى السريعة. واش عرفتوا شكون معنا اليوم؟